Oh. Eh. Sofì? طيب. شوفي لقوا فردة سبادري رقص، يمكن يكون لفرح. لقوه على شط البحر. معلم احكي معاك كلمتين. اقعد اقعد. كان لازمني مصاري، يعني اذا بتقدر تديني اياهم. يعني رجع لك اياهم تقسيط بصراحه، فيك تعتبره قرض. كملت تشتري سياره معك؟ والله يا معلم سامي، انا شاب بيطلع لي اركب سياره مثل العالم. هاي الخرده اللي ركبها خربت بيتي من التصليح، وبصراحه صرت استحي فيها. اثبت بشغلك وحسسني انك جدي، وبعدين بنحكي. مش بتشتغل نهار وبتغيب جمعه وبعدين بتقلي دينني؟ مش هيك؟ يلا قوم على شغلك. يلا حبيبتي، 5 ميلي مثل العاده. خلص ارتاي، ليكني جاي انا على الطريق. يلا باي باي فروحه، انا رح مر على البيت بعدين بوصلك. اوكي اوكي ولا شو هلا بكي؟ انا بوصلها بطريقي. وصلك عامر عادي؟ ايه اكيد ما في مشكلة. طيب اوكي يلا بشوفك. وصلها عادي، يعني لشو بده يكون في مشكلة؟ إذا بدك شي حاكيني. اوكي يلا باي باي. باي. شو فرح، ليش ساكتة؟ ماني مرتاحة. بسببي؟ أنا عم ضايقك؟ ما بعرف، يمكن ما كان لازم خليك توصلني واترك لينا تروح لحالها. ليه خايفة تشك بشي؟ ليش شو في لحتى تشك؟ نحن لايمتى رح نضل نخبي اللي عم نحسوه؟ وخصوصي انت. نحن رح نعيش مرة واحدة، ولازم نعيشها صح. شو فيها الدنيا لحتى الواحد يضل يخبي ويكذب على حاله؟ صبيان على بعض هيك قلة. بتمنى تصدق. انت تعال هون، تعال انت، صير شاب واخده مشاوير وتصير رفيقي. شو من هون لوقتها بيكون ده خلقه منا. اي لك بس لك بس. تعال اس 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 اس. الو ايه فروحة، كيفك؟
هلا شفنا جوزك بالشركه وعزمناه يطلع معنا على الشاليه بالجبل، قال ما بيقدر خلوها لغير مره. ايه حرام، ما هو تعبان كثير وكان عم بيقول لي انه بده ينام 24 ساعه بالويكند. بالله؟ هو كمان تحجج فيكي، قال انت اللي مالك قدرانه، يبقى واحد من بيناتكم العونطجي وعم يرميها على الثاني. فرح قولي له لسامي اذا تعبان الجاكوزي والساونا ناطرينه. بعدين في 4-5 غرف نوم، يعني اذا تعب بيطلع بينام له شوي بيريح حاله. لا تزعلوني منكم، لا انا ولا لينا رح نقبل اعتذاركم. بعدين احنا جهزنا حالنا على اساس انكم جايين. خلص فرح، انت حكي سامي واقنعي، وهلا لينا بتحكي بعد شوي. وما رح اسمع ولا حرف. يلا باي فرح، باي باي. نقيت افلام حلوه كثير، رح ننبسط بهذا الويك اند. رح ننبسط. ايه انا بوثق فيك كثير. سنيني تبروق شوي، ما في الواحد يفوت على الحمام لحاله. معلش هلا ما بدي التعصيب هالقد، يبي سكر عليكي بالمفتاح من جوا قبل. حكتني ماميتك وقال بدها تيجي تزورنا شي يومين ثلاثة، بعدين بدها تروح تشوف خالتك. عم فكر إلا تروح معنا على الجبل بالويكند. يمكن إذا بتروح عند بيت خالتي بعدين بتجي لعنا أحسن. إيه يعني بس هي بتزورنا بالسنة مرة، حلوة تعتذر منا؟ لا ما رح نعتذر منا، بالعكس أنا كمان كثير مشتاق لها، بس انه يعني ما رح تنبسط معنا مشوار شباب. يعني شو بدها تعمل؟ رح يضيق خلقها. انا ببعث لها مسج. طيب كما بدك. قلت لها بس تصحى بكرة تحاكيني. حرام ماما، هلا بتزعل مني. والله ما في مني. لا ما رح تزعل مني، أنا كمان ما في مني. تصبحي على خير. أنت بخير. هيدا مفتاح البيت اللي كانوا يلتقوا فيه. انت كمان هيك رأيك؟ لأنه لو مش خايفين من مرته تلاقيه، ليش لحتى يخبيها هيك تخبية؟ أهلين، لو أساسا هيدا مفتاح عادي، ليش بده يخاف من مرته؟ صحيح، سمعت عن دكتور نسائي جاي جديد من لندن، عم بيقولوا كتير شاطر. كنت عم فكر نروح لعنده، بركي بلاقي لك حل غير انك تسطحي 9 أشهر. جاد انت شو صاير لك؟ لا بدي روح ولا بدي اجي. بعدين صرت 100 مره قلت لك ما بقى تفتح الموضوع، لانه اذا بعد تفتح رح اترك لك البيت وفل.
تاي لاقيه لسه التلج ما عم لاقيه وينه. خلص حياتي حطيهم هلا بيجات ازاز او شيء. ضروري تعملي واجبات ونحن ضيوف. شفتي فروحه مشان هيك انا بحبك انت وسامي، يعني ما كنت بحس حالي كثير على راحتي، مو مثل باقي رفقاتنا، كل شيء لازم يكون على الليبرا. وانا كمان بحب اكون مبسوطه ومرتاحه وعلى راحتي، بحب اللي قدامي يكون مرتاح. يا حبيبتي انا كثير كثير مبسوطه بصحبتنا والله. وانا كمان. انا شو هالحظ اليوم؟ طقس تعبان. هيك الهيئة. كأنه في عاصفة. شو سامي؟ مالكم ناويين تجيبوا لكم شي ولد؟ إن شاء الله السنة الجاي. نحن اتفقنا أول ثلاث سنين ما نجيب ولد. يعني خلينا ننبسط شوي ونعيش. إيه بيني وبينك الولد مسؤولية. بتضلك كل حياتك شايل همه. بس اللي مثلك ما لازم يقلع على شي. أنت هيك بتفكر. اللي مثلي صدقني همه أكبر بكتير من واحد آخر الشهر بيعرف حاله بده يضب له قرشين بجيبته والسلام. سنجل مالت؟ عزوك. بس هذه ضريبة النجاح يا صديقي. إيه صار لي عم أدفعها من سنة 2000. بتذكر أول مشروع أخذته لحالي تقريبا كان عمري شي 21 سنة. أبي الله يرحمه أعطاني بيت عربي قديم بكفرسوسي عنا بالشام ومولي المشروع. هديت البيت وطلعت محله ببناية. بهديك الأيام تقريباً ربحت حوالي 50 مليون سوري، يعني مليون دولار. هذا كان أول مليون دولار بعمله بحياتي. وبعدين فتحت معي وبلش شغلي يكبر وبلشت أعمل مشاريع بالشام بدبي وهون. نجاح حلو. حلو كتير. حلو بس بدك تدير بالك لأنه بيغدرك وبيسرق لك حياتك بدون ما تحس. النجاح والمصاري بحياتهم ما بيعملوا لك سعادة. السعادة هي التفاصيل الصغيرة اللي أنا للأسف ما عم بعرف عيشها. ما بيخطر لك تطلع على البلكون تسقي زريعات بإيدك؟ تاخذ لك سيجارة هيك برواق تحت الشمسات؟ ولك جعبال العب مع ابني بدون ما احسب الوقت، بدون ما افكر انه عندي اجتماع وصعب اني الغيه. ما بعرف اذا عم تفهم علي. لا فهمت. انك تطلع مع ناس تحبهم وتقعد تحكي حديث حلو مثل الحديث اللي عم نحكيه. معك حق. بصحتك. لينا؟ ايه؟ اعطينا انين جديدة. يلا فورا. لحظة، نحن جايبين معنا انين شامبين. حطيتيها ببرات حياتي؟ على فكرة، اليوم عيد ميلاده لسامي. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Sammy. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. يلا طفي. حياتي انت. سي حبيبي يا بسوم، ينعاد عليك ان شاء الله عقبال 100 سنه يا رب. كيف تنقلب انين شامبين؟ شو عزبتوا حالكم؟ كل عام وانت بألف خير. هي هديه مني من عام. لا كمان هديه؟ عنجد ليش عزبتوا حالكم؟ لا ولو ما في عزب. عنجد ما كان في داعي للكادو. بعدين انا مش تبع اعياد، عشو الواحد بده ينبسط؟ ما كبرنا سنه. بيستحي. لا مش بيستحي، بس قصيتوا لي جاتو وغنيتوا لي، لشو الهدايا؟ طيب افتحها بلكي ما عجبتك. يلا افتحها. رولكس؟ لا يا جماعة أنا مش رح أقبل أبداً. هادي كتير. يلا قيسها بقى، فرجينا كيف بدها تطلع على ايدك. يلا حياتي
لا لا عن جد مش رح أقبل. هيدي حقها أكثر من 10 12 ألف دولار. سامي عيب شو؟ ولو هيك صرت عم تحرجني إلي؟ لا عن جد يا جماعة أنا مش رح أخذها. بلا سؤالي. طيب قيسها فرجينا إياها على إيدك. يحنا حياتي. حلوة عن جد. بس بدها تصغير شوي. ميرسي كثير عن جد ما كان لازم تتعذبوا. لا يا حبيبتي ولو. خلينا اقعد على التخت. شوي شوي سامي بليز. سامي جلس. سامي خلاص تقربني خلاص انت سكران على اخر تكني. شو بكي؟ ما بتدفشيني. ها بتحكي معي برواق. بتحكي معي برواق بتتصرفي معي بكثير منيح باحترام. سامعه؟ اوكي بس فيك تروق شوي ما بقى تعيط. ايمي ايدك عني. ايمي ايدك عني عم بقلك. انا كل تصرفاتك مش عجبتني من زمان. مش عجبتني تصرفاتك. انا شو عملت لك؟ فكرك ما شفتك كيف كنت عم تغمزي علي انت وياها؟ انت وحده بلا مربى. انت وحده بلا مربى. سامي عم توجعني. اربي عندي. اربي عندي. شكرا على الاخر. تعال سامي تعال. ايمي ايدك عني. لا ماني سكران. سامي خلص عيب. عيب على اللي بيعمل عيب. سامعه؟ انه شو يعني انه انتم معكم مصاري كثير يعني اموال طائله حتى تفشفشخروا علي؟ ها؟ انا مصاري تحت صباطي تحت اجلي. شفت هيدي الساعه؟ هيدي بدي كسر فيها جوز. جوز بدي كسر فيها. جوز بدي كسر فيها. خلا سامي ايميدي كان ايميدي. خلص عيب. خلص اتركي. معلش فرح. خذي الساعة. خليك تطرطد شوي. اعطيني. ما بدي منك شيء. هلا بنكسر فيها جوز انا وياك. نحن اسفين معتذر منك. تعال خليك معي. وين اخذني؟ وين؟ تعال اورجيك شغلتك. وين صباطي هلا كانوا؟ وينه؟ دي صباطي هيدي صباطي. لبسي الشحاطة لبسي الشحاطة. خلص تعال بوسم الشاي. لا بوسم سامي بوسم الشاي هلا. يا
إلينا. أنا هلا على الطريق البحري، اتصلوا فيه الدرك وقالوا لي إنه لقيوا جدتي هنيك، بدهم ياني أتعرف عليها. إيه لا لا إن شاء الله، لا إن شاء الله. ماشي ماشي، باي باي. يعني معقول رفيقتك تتأخر اليوم على الافتتاح؟ لكن معقول سامي ما يقدر يجي ولا نص ساعة؟ حبيبتي شو أنا أستاذ ولا سامي مثلاً يعني؟ ولا هو تلميذ عندي؟ الشباب عندهم شغل ليل نهار، قرب التسليم. بدي أسألك صحيح. هاي يا حلوين، مرحبا. بعتذر. قطعتني سيارته وكنت ناطره الاولى شي جاي اخذها. كيفك؟ الحمد لله. بسيطة، نحن قلقنا عليكي بس. ألف مبروك. ميرسي. مرحبا فرح، شو ليه ما نزلتي لهلا؟
اوكي. ايه تحت. ناطرك. ملاقى لينا قردت سيارتها وراحت، بتكون صارت بالبيت هلا. ايه خلص انا بوصلك. ملاقى انا بوصلك، انا بوصلك. طيب. باي. ناطرك ها؟ باي. لما تأخرتي خفت انك ما تجي. ما بعرف شو عم نعمل. معقول مش همك حدا وما عم تفكر بحدا؟ انا عم فكر فيكي وبس. انسى عامر، لازم تنسى. لا ما بقدر انسى، ما بقدر. انت عم تحسي باللي عم حس فيه لما نكون مع بعض؟ عامر الغلط غلط، موضوع منه هالقد معقد. طلعي بعيوني وجاوبيني، عم تحسي باللي عم حس فيه؟ مش مهم شو عم حس، نحن لازم نوقف اللي عم نعمله. أنا خايفة. وأنا كمان. تصبح على خير. تلاقي الخير. فيك تفضي يوم إلنا لحالنا بس؟ تأخرت كتير. لهلأ لخلصت شغل. من بكرة الساعة 8 بدي أكون بالورشة. هذا الشهر كله هيك. شو طمنيني كيف كان افتتاح؟ هيدي شو بكي ليه عندك؟ ما بعرف. كيف ما بتعرف؟ يمكن كان بديك تكون معي بالافتتاح. عم فكر بكل شيء اللي عم نعمله، للتعب اللي عم نتعبه. عم فكر باللي جاي. وإذا نحن عن جد مبسوطين. وأنا كمان كان عبالي نكون مع بعض. أنت بتعرف إنه أنا كل شيء كان بعمله هو كرمالك وكرمال مستقبلنا. والأيام الحلوة جاية، ما هيك؟ بوعدك. بوعدك يا كان حلو الافتتاح معه؟ ناعم وظريف. والمصور كمان كثير شاطر. أخذت رقمه. يعمل لي كوبيز عن كل الصور. شو نمت؟ لا بسمعي. مين؟ كريم.
معلش نطفي الضوء. بشع لما الإنسان بيتعود على الجمال ويصير شيء كتير عادي بالنسبة لألون مثل هالبحر. ما هو إذا بدك تعرفي حقيقة شيء جربي تحطي مشاعرك على طرف وتطلعي عليه. إذا ضل حلو معناها شيء حقيقي، وإذا لا معناها أكيد وهم. وانت بالنسبة لك الحب هم او حقيقة؟ الحب مثل الكره، مشاعر زيادة بس ما فينا نعيش بدونه. مش بحب البحر بس حاسة اني بحاجة كل حالي بجي لهون بقعد بسيارتي ودور الموسيقى. I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. عارف الوقت منه مناسب، عندي كم سؤال صغار وبترككن. سيد سامي، وين كنت الليلة اللي اختفت فيها زوجتك؟ كنت مع ابني شادي بالبيت هون. وانت مدام لينا؟ وانا كمان كنت بالبيت. عندكن شهود على الكلام هيدا؟ حدا زاركن او اتصل فيكن؟ إذا نحن متهمين بشيء إلنا. دوموزيل نور وين كنتي ليلتها؟ أنا كمان كنت بالبيت. هني مجموعة أسئلة روتينية كون القصة فيها جريمة قتل، فطبيعي إنه التحقيق ياخذ مجرى تاني. خلص ما رح أزعجكم أكثر من هيك، على الأقل حاليا. بالإذن. حضرة المحقق، بدي أقرأ المسجات. هيدي معلومات سرية، التحقيق ما خلص بعد. طيب إمتى بلشوا؟ بلشوا يلتقوا؟ بتبلشوا يكسبوا علينا. نفعت لك لبنة. شو هيدا؟ بلدك اياها.
كنت عم بشتغل. هلا بتعشى وبرجع بكمل شغل، مع انه بيني وبينك سدت نفسي. معلش معلش، كول بالاول بعدين افتح ايميلك وشوف تقرير الطبيب الشرعي، يمكن من بعده ما تعود تاكل بثلاث ايام. اوف هالقد الوضع صعب. خلص 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 اكلك وشوفه، سلم لي كثير على سمر. بيوصل. تصبح على خير. تلاقي الخير سيدنا. شو عم تعملي؟ ما قدرت. شفت الصور وقريت تقرير الطبيب الشرعي اللي وصل لك هلا. حلو. ايه وشو طلع معك سيدنا؟ أستاذ سامي احكيني كلمة لو سمحت. فرح ابدأ بالشهر الأول وأنا صار لي ثلاث شهور ما قلبت عليها.